حمصي فرح السكفوري وشادي عقاد. العناوين. احتجاجات متصاعدة من سد بلعة إلى بسري والكهرباء والنفايات وحنكش عن تمديد مهلة المطامر حتى الوصول إلى حل. اجتماع هالسويني مع كل الوزراء المتعاقبين إنه ما عندنا حل، بس اعطونا فترة صغيرة ونحن رح نجي نطلع لحل. عون لبنان متمسك بعودة النازحين والدولة السورية ترحب والدياب في الديمان غدا. البخاري يزور عودي وعكر تدعو إلى دعم الجيش. غجر يعد بتحسن الكهرباء ويتحدث عن آلية مع المستشفيات. اتفقنا نعمل جردة بكل المستشفيات وبحاجتها للمازوت ومنلتزم أنه نسلمهم هيدي الكميات. هجوم سيبراني جديد يستهدف منشآت مائية إسرائيلية. هو الوقت الضائع وفيه يتحرك المشهد السياسي باتجاه المزيد من السجالات. مطلب الحياد الذي أطلقه البطريرك الماروني عالق بعد رفضه من رئيس الجمهورية المتأتي من رفض حزب الله له، ولن تتوفر له الحظوظ في زيارة رئيس الحكومة حسان دياب المقررة غدا إلى الديمان. بالتوازي يطل ملف النازحين السوريين مع تأكيد رئيس الجمهورية على التمسك بعودتهم مستندا إلى ترحيب سوريا، ما يفرض زيادة التنسيق مع النظام السوري في تجاهل لمفاعيل قانون قيصر. على الأرض التغيرات تزداد ومؤشرات الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي تتسارع، ولن تكون السلطة عندها قادرة على تحديد الخسائر، إنما هي أشبه بسلطة تدور في حلقة مفرغة لا في يدها أي ليس في يدها أي حلول، لا في النفايات ولا في الدولار المتعدد الأسعار ولا في الكهرباء الغارقة في العتمة ولا في خطط السدود، حيث الصفقات على ما يجري في سد بسري. كل هذه الملفات تشكل عناوين التحركات الاحتجاجية التي ستجري بعد الظهر في ساحة الشهداء بدعوة من جبهة الإنقاذ الوطني، وتتخللها كلمتان للنائب العميد هشام الروكز والأمين العام لحركة مواطنون ومواطنات شرب النحاس. وأعلنت مجموعات الثورة في بعلبك، الشيفرولي والبقاع وعكار وطرابلس وتعلباية وجبيل وجلديب، أنها لن تشارك في هذا التحرك. وتنطلق مسيرة شعبية عند 6:30 من مساء اليوم من أمام مبنى إذاعة صوت لبنان، مرورا بقصر العدل وصولا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، رفضا للقمع بحق ناشطي الانتفاضة. حول هذا النشاط ينضم إلينا الناشط جورج عزار. مرحبا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك. فيك تحطنا بجو هذه المسيرة الشعبية التي ستجري مساء اليوم؟ شو أهدافها ومن ستضم وكيف ستجري؟ ستضم عدد كبير من المنظمات المدنية والحركات الشعبية. دعا لها المرصد الشعبي بعد الاعتداء وانكشاف مؤامرة قد استهدفت محامي وناشط في الحراك، كان بمقابل إذاعتكم على صوت لبنان. وواضح انه في تورط لجهاز وزارة بس فيك تحسن شوي موقعك لانه الخط عم بيقطيش. سنعود للاتصال مجددا مع الناشط جورج عزار ونتابع النشرة. الناشط واصف الحركي أشار عبر تويتر إلى ضرورة استكمال المواجهة مع السلطة بالعصيان المدني في كل المناطق، وقال السبت سنطلق العصيان في طرابلس. في هذا الوقت لماذا قطع أهالي التنورين الطريق في وادي البلدة أمام الشاحنات المتعهدة تنفيذ سد بلعة؟
التفاصيل مع جوزفين أبي غصن. قطع أهالي بلدة تنورين صباح اليوم الطريق التي تربط تنورين الفوق بالبترون خوفا من انهيارها في أي لحظة، والسبب يعود سنوات إلى الوراء حسب ما روى لإذاعتنا ابن تنورين الشدياق يوسف فاضل. من بعد ما بلشت الأعمال بسد بلعة، المتعهد يلي لزموا سد بلعة لزموا أيضا تنفيذ الجزء الثالث من أوتوستراد البترون تنورين اللي هي المسافة الممتدة من تنورين تحت على تنورين الفوق، فباشر بأعمال تضبيط الطريق وتأهيله. تقريبا وصل لمنتصف الأعمال من بعد ما تحطر الطريق بأكثر من محل، ومن بعد ما عمروا بعض الحيطان الدعم وقفوا أعمالهم، يعني تركت الطريق بشكل لا يراعي أدنى معايير السلامة العامة. كانت الحجة بوقتها أنه الدولة بطلت عم تصرف اعتمادات ل استكمال تأهيل وتعبيد الطريق. هلا فوجئنا منذ بعض الوقت انه رغم وجود هذه الزريعة الكاميونات والشاحنات يلي هي ايضا ساهمت بخربان هذه الطريق عم تنقل صخر من مقلع بستين العصي على بلعة، هالشي اللي عم بيزيد الريسك بانهيار الطريق. وقدام عدة صرخات صرخناها بالماضي وعدة كتب رفعتها بلدية تنورين للوزارات المعنية من وزارة أشغال لوزارة الطاقة والمياه من أجل الاهتمام بهذه الطريق، كانوا دايما عم بيماصلوا ويجربوا يربحوا وقت. وعن الدافع من التحرك اليوم قال: حلينا بطولة البال إلى أن وصلنا لمطرح نحن على أبواب موسم سياحي، نحن على أبواب مواسم زراعية بدنا نصرفها بالسوق، نحن جماعة عنا أهل عنا أطفال ما بنتحمل أنه الطريق تنقطع لأنه الطريق معرضة للانهيار بأي لحظة من اللحظات. السلامة العامة لن تكون أمرا يمكن الاستخفاف به بعد اليوم. جوزيفين أبي غصن، إذاعة صوت لبنان. نعود إلى الناشط جورج عزار للحديث عن المسيرة الشعبية التي ستجري مساء اليوم عند 6:30 من مساء اليوم وتنطلق من أمام مبنى إذاعة صوت لبنان. أستاذ عزار، يعطيكم العافية. عفوا، يعني كل شيء بالبلد معطل حتى التليفونات، بس أهم شيء أنه حتى التليفونات، بس أهم شيء ما تتعطل الحرية لأنه هي جوهر وجود بلدنا. نعم. الحقيقة تعرض الناشط واصف الحركي بعد مغادرته إذاعتكم لهجوم، وبيأتي ضمن سلسلة هجومات على ناشطي الحراك الشعبي والمحامين بشكل خاص بهذا الحراك حتى يسكتوا على ملفات الفساد ويسكتوا على معارضتهم لها الحكومة الفاشلة، حكومة الوقت الضايع والفرص الضائعة. لذلك نحن عدد من المنظمات المدنية حنمشي من تحت صوت لبنان لأسر العدل للمطالبة كمان بمطلب آخر طالبه نائب المحامين بمؤتمر الصحفي، وهو التدقيق المالي الجنائي بإدارات الدولة كافة ومن مصرف لبنان ومن الكهرباء وإدارات أخرى، ومن ثم مطالبة من أمام وزارة الشؤون الاجتماعية الوزير اللي ثبت تورط عناصر الحماية من وزارته وتورط سيارات الوزارة بنقل السلاح وبالهجوم على المحامي واصف الحركي، وهذا بعد ترصد 7 أيام كما أظهر التحقيق، وبعد ما هول العناصر جربوا يطلقوا النار على دورية شعبة المعلومات حين اعتقلوا. هيدا الوضع ما بيمشي بلبنان. لبنان بلد جوهر الحرية وما حنسمح انه يعطلوا لنا جوهر بلدنا. نعم. فنتمنى مشاركة الجميع وصولا، لكن قلنا من صوت لبنان على أسر العدل المطالبة بالتحقيق المالي وعلى وزارة الشؤون لمطالبة الوزير بأقله بالاستقالة، مع طبعا استكمال الملف القضائي حول هذه القضية ومحاسبة جميع المتورطين. نعم. لكن الدعوة اليوم لكل هذه المجموعات لتنفيذ هذه المسيرة الشعبية. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك. إلى سد بصري، حيث يستأنف المتعهد غدا الأعمال في ضوء قرار وزير الطاقة السير بصفقة سد بصري بالقوة. ودعت الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بصري إلى تنفيذ اعتصام لمنع المتعهد من إدخال ألياته، وتأكيدا على أن مشروع السد لن يمر. كل تفاصيل لتراز الخوري. عندما تجول في مرج بصري يستوقفك الشلال والخضار والدرج الروماني، فما عليك إلا أن تنظر إلى كل هذا وتقدر ما ستقترفه صفقة الدولة
الدولة بتحويله إلى صحراء قاحلة وسد لا قيمة له ضمن صفقة معروفة المعالم. مواطن من بسري ماذا يطالب الدولة؟ عم بقول للدولة بس تعي حافظي، نحن قعدنا هون ما حدا شال حجر. اليوم وبعد كل ما فعلته الجمعيات وبعد التحذيرات من مخاطر إقامة السد، يعود السد إلى الواجهة، فالدولة مصرة على إتمام المشروع والأهالي سيعترضون. ماذا يقول المهندس كريم كنعان عبر صوت لبنان؟ نحن صراحة من وقت ما فتنا على المرج من تشرين الأول ما تركتين نحن، ورجعنا نحيي المرج الأراضي اللي انجرفت من المتعاهد واللي انقصت بساتين، رجعنا كلنا عم نشتغلها، فنحن بشكل يومي موجودين تحت، ما في ولا أي تحرك من المتعاهد أو ما أدخل ولا آلية من وقت ما شالوا من شهر تشرين الثاني 2019. بالإعلام عرفنا أنه بجلسة اللجان وزير الطاقة رجع حدد ب 22 تموز أنه هيدي مهلة تيفوت جاي يفوت المتعهد، نحن ما رح نخلي المتعهد يفوت ونحن باقيين بالمرج. رئيسة إقليم الشوف الكتائبي ريتا بولوس تحذر من إقامة السد وتقول سنقف سدا منيعا. الهيئات الأهلية من بلديات من أهالي القطيع المجاورة رح يكون موجودين معهم على جثة بسري، تعبيرا عن رفضنا أكيد لهذا المشروع اللي يعني نحن نسميه مشروع الموت، يعني مشروع قائم على الصفقات والسمسرات، الهدف منه هو بس الفوائد الناتجة عن السمسرات والصفقات. السد أساسا قائم بمنطقة طبيعتها الجغرافية ما تسمح يكون في سدود هونيك، منطقة فالق زلازل النتيجة اللي طلعت على الغاز الأثر بيئي، أعطت كمان هذا الموضوع أنه لا يمكن أنه إنشاء سد هونيك بالرغم هذا الشيء كله، بعضهم مستمرين لأنه بدهم الفوائد بدهم الصفقات بدهم السمسرات على حساب أكيد مصلحة المواطن ومصلحة الطبيعة. الكل لا للسد إلا السلطة السياسية الغارقة في صفقاتها التي لن تتخلى عنها لأي سبب من الأسباب. تراز الخوري، صوت لبنان. حراك صيدا يعتصم أمام سراي صيدا الحكومي لأنه من أهم مراكز الفساد. رئيف الملاح. للمرة الأولى منذ بدء الانتفاضة في 17 تشرين نظم حراك صيدا تنتفض اعتصاما أمام سرايا صيدا الحكومي تحت شعار لأنه من أهم مراكز الفساد، وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية واللافتات تساءلوا فيها أين المال المنهوب؟